من جزر نورث مارينا آيلاندز في المحيط الهادي، مسافة بعيدة ستكون حاضرة في الإياب حين تتواجد سوريا هناك لمواجهة منتخب غوام. كرة عكسية داخل المنطقة، بنحصد البطولات، عمرك ما تنسى السوري أسطورة، وبنحب نشوف سوريا بن علي، وبنحب نشوف سوريا متواجدة في هذه المواجهة تتألق وتتقدم، تسجل في شباك مرمى منتخب غوام أول أهداف المباراة مبكرا بعد 3 دقائق من بداية أحداث هذا اللقاء. عمر السومة، هذه رسومة، يسجل ويحتفل بسجدة شكر أهل المولى. من حب نشوف سوريا عاد الكرة إلى سين إيفنز، سين إيفنز بلا عنوان خارج أرضية الملعب، يعني حالة منتخب إقوام يعبر عنها سين إيفنز بتعامله مع الكرة. هجوم منتخب السوري، محاولة المرور، عمر السومي ورشوت، جول سوريا، جول سوريا، هدف لسوريا، الله سوريا، جول جول لسوريا. هكذا كان يقولها يوما ما الراحل عدنان بوضو، جول سوريا، الله سوريا، عمر السومة، هذه رسومة مرة ثانية، يسجل في شباك غوام في بداية الشوط وفي نهاية الشوط، كان يقولها بهذا الشكل عدنان بوضو الراحل الكبير، لكنه لم يعش زمن السومة، أكررها بالنيابة عنه، وهو الذي رحل عن دنيانا، قيمة كبرى في عالم التعليق لكرة القدم السورية، عمر السومة قيمة كبرى على مستوى اللعب في كرة القدم السورية.